راح متوالية يا أسامة. أكيد فارس، ونقطة حابب أوضحها إن إحنا شفنا في المدرج أحاسيس مختلفة تماما لجمهور النادي الأهلي الداعم الواثق. إحنا حتى أنا وفارس قلت لاحظت وقتها إن جمهور نادي الزمالك كان عدده شكله أقل بكتير من جماهير النادي الأهلي. إحنا واحنا قاعدين في المدرج صوت جماهير النادي الأهلي اللي مالي الجنبات الاستاد، بجد الناس دي كان عندها ثقة غير طبيعية في إن النادي الأهلي يحقق فوز برغم كمية التشكيك وفي قدرات اللاعبين وكمية الضغوط الإعلامية على المدرب الجديد ريني فايلر، لكن كان الجمهور عنده ثقة كبيرة جدا. وحابين بقى ننقل ثقة جماهير المدرج لجماهير السوشيال ميديا، لان الناس قالت كده بالظبط. لازم نبقى عارفين كويس قوي، نحن على مستوى المدير الفني نحن الافضل، على مستوى اللاعبين نحن الافضل، على مستوى الجماهير نحن الافضل. طبعا احمد، وجمهور النادي الاهلي عنده حاجه عبقريه جدا. جمهور النادي الاهلي لما بيحس ان النادي الاهلي بينزل لتحت لازم بيمد ايده وبيشده، وبذكاء شديد عارف امتى انا ممكن اقول وجهه نظري او اعرض تخوفاتي، امتى مفيش وقت، الوقت ده بتاع الدعم بس. ودايما فلسفة جمهور النادي الأهلي على مر تاريخه إنه جمهور بيقود، مش مجرد رد فعل للأحداث. عشان كده الناس كانت رسائلها مختلفة، فرحتها مختلفة، وفعلا دعمهم مختلف يعني. ويا رب دايما في أفراح، ويا رب دايما في بطولات، ويا رب دايما الأهلي سوبر على كل الألعاب، لأن عندنا الطفلة المعجزة هنا جودة صاحبة أو ذات ال 12 عام اللي قدرت تتفوق على لعيبة نادي الزمالك ذات 27 عام المصنفة الثانية إفريقيا. بصراحة أنا شفت لها لقطات كتير ومباريات كتير، حاجة غير طبيعية، ربنا يحميها يا رب. بعيدا بقى عن فنياتها كمان في اللعبة أحمد، في حاجة أنت بتحسها فيها، الكاركتر بتاع البطل، وده اللي لازم نحافظ عليه، لازم نشتغل عليه. هي شخصية بطل من وهي صغيرة، هي تفكير بطل، هي تصريحات بطل، هي شايفة ذاتها بطلة، هي شايفة نفسها مشروع. وده أهم حاجة، إن احنا نحافظ على الحاجات اللي بيقدمها النادي الأهلي اللي مختلفة عن أي مكان يقدر يقدم حد. هي بطل لأنها في مصنع الأبطال. أنا وجهة نظري النادي الأهلي هو مصنع بالفعل الأبطال، أبطال على مستوى اللاعبين، حتى على مستوى الجماهير الثقافة مختلفة تماما. الحمد لله أسبوع كله انتصارات، وهنا بتعمل محوشين الفرحة. إيه؟ محوشين الفرحة. آه والله، يعني إحنا غبنا أسبوع فجينا بالأفراح اللي معاها، اللي على فكرة لعبة جمباز ولعبة هاند بول ولعبة سباحة. يعني وبتتحدى محمد صلاح. ومحمد صلاح لمسة جميلة منه، رده أنه هو جاهز للتحدي. وأعتقد صلاح ليفربول لاعب عظيم، إنما قدام هنا حسابات صلاح محتاج يعدها، لأنه فرصه في الفوز صعبة جدا. هو فرصه في الفوز تكاد تكون معدومة الحقيقة، وبلاش يا صلاح. ومش بالسن يا صلاح، وإحنا شفنا مش بالسن وإحنا شفنا بالضبط. الحقيقة أسبوع جميل جدا، أسبوع فعلا بيؤكد فكرة أن النادي الأهلي هو مصنع الأبطال، ان انت قدرك ان انت تكون بطل. النادي الاهلي ممكن يتعرض لهزات في بعض المواقف، لكن دايما النادي الاهلي طريقه محفوظ ومعروف لمنصات التتويج، اي خوف مش موجود، اي انكسار مش موجود، وهنفضل دايما نعلي صوتنا بالغنى.